بلشنا من هاي هيك من اولها وقفني اقوى من قبل شوي هاي ما بتستعملوها؟ لا انا بعد بتعملوا هيك اوكي طب لشو بتستعملوها؟ لا بس هيك بعملها بدون شيء للمتعه يعني احس انه خلص بس ما هي الا سبب يا مشان اتوقع مشان صوت الصوت والصوره مع بعض اي عشان تسينك اذا عندك اكثر من مايك ذكيه بس اذا مايك واحد تقطع بتصير بس منظر طيب خبرين عن اخواتك مين اكثر حدا بيدعمك انا عم تسالني ايه بيدعمكم انا شفتي هيدي اللي انت عم تحطي هاي الهيله الكنترول بدنا نخفف كنترول خلاص اوكي رح اسكت ابلف انا لا 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 استغفر الله هاي قلبي انت احكي انا لين مين اكثر وحده مين اكثر حدا بيدعمكم بدعمنا لشوف قد ايه فيها ضاين اذا بحكي معك لحالي اوكي مستحيل قادر جرب صراحه كله والله كله هلا لما بلشنا يوتيوب نحنا نزلنا اول فيديو ماما ما كانت ولا حدا بالعائله كان بيعرف غيرنا انا وياها نزلنا okay. فيديو ماما نزلنا فيديو على اليوتيوب يعني حرفيا ما حكت انه لا وليش وكيف تغري حطينا الفيديو على التلفزيون وقعدنا نتفرج عليه نحن كلنا طب وامتى ضرب الفيديو امتى ضرب الفيديو معكم تقريبا دغري بتذكر ممنوع بتذكر لما نزلناه جاب 3000 فيوز بعدين ما صرنا ننزل كل مرة صار يضرب أكتر وأكتر طيب لين أنا كتير مبسوط فيكي بالبودكاست تبعي عن جد متعقدة أول شيء بدي أسألك هذا السنسال اللي حكينا عنه مين اختاره؟ لأنه لبسينه اثنيناتكم بس مين اختاره؟ هذا هدية من أختي لليال الكبيرة طب حرام بس ماما اختارت لنا إياه أيوة خلاص حرام حرام خلاص ماما اختارته بس أختي الكبيرة جابت لنا إياه أيوة خلص. يعني الأوامر من الجهتين ونحن ثانك يو بس حلو يعني نحن ذوقنا مثل بجنن كثير حلو عيونك حلو تفضل لابسين مثل بعضكم هلا حبيتوا تتبنوا فكرة إنه نحن توم يعني هالفكرة إنه أنتم ما كنتم توم بعرف بس إنه عم تلبسوا كوبي بيست عم تلبسوا نفس الشيء مثل بعض نحن وصغار يعني من مو بإرادتنا باي وان جيت وان فري ولا شو الموضوع لا والله يعني إذا لقيت أنا قطعة عجبتني وليه ما لقيت إلا واحدة ثانية ما بنجيبها يعني مثلا نحن ما عم نلبس مثل بعض بس لانه بلشنا يوتيوب وهيك لا نحن صغار حرفيا عمري كان سنتين وعمرك 3 سنين نفس مثل بعض بحس الموضوع غريب لما يكونوا اختين بيلبسوا غير بعض ما بعرف ليش انه قريبين من بعض حتى لو توأم يعني ما فيك تقولي اختين توأم ما بيلبسوا مثل بعض بحس غريب انه يعني حتى الاخوات اللي نتخيل مثلا انتوا توأم يا جماعه خليني احكي مو تاخذي الجو كله انا بني ادم كمان ها انه يعني غريب انه تلاقي اختين مثل تخيل انا اكون لابسه مثلا بينك وهي تكون لابسه بني بحس الموضوع كثير غريب انه الناس يعني بس ما كل الفيديوهات اللي عملتوهم كمان هاي القصص انه كل انت اخترتي اخضر هي اختارت ازرق سو عم بيكون في اختلاف تحس هلا هيك اختلاف نفس الديزاين يعني. اغلب واعيين بتكون نفس الديزاين بس اللون غير بس هيدا من اكثر الفيديوز اللي جاب فيوز يعني شيء 8 مليون يوم كامل باللون الاخضر والازرق مع انه بسيط يعني هيدا بدي ارجع عن جد يعني ما في شيء قعدت احضره رحنا على السوبر ماركت ونقينا اغراض اشياء حتى طيبه حتى التصوير ما حلو الثمنيل العادي يعني ما في بس هيك مسكنا واو حسيت انه مستعجلين بالتصوير عم صوروا يلا بسرعه كم جبت 8 9 مليون ممكن 8 او 9 مليون ان شاء الله بس قصه الوان بس رجعت وعدت نفس التجربه كانت مع نور مار الاحمر اللي بقناته لاله هون بدي اسالكم قد ايه انتم بتتشاركوا مع الانفلونسرز واليوتيوبرز التانيين وشو السبب بيكون هل انه بتدعموا بعضكم او شو السبب وهل عندكم حدا بتحبوه بتفضلوه يعني كثير لقيت لكم فيديو انتم نور مار هلا ممكن لانه احنا بنفس المجال فانا بتحس يعني كل شيء بيكون يعني نفس الافكار أيوة مثلا نفس يعني نفس التفكير انه ممكن يلا بنسوي هالفكره وبنصير نطول عليها كلنا مع بعض بس نحن ما بنحب انه نثبت على يوتيوبر واحد مشان يعني في كتير يوتيوبرز يعني فانه حلو نصور مع اكثر من حدا منه نحن بنستفيد ومنه هن بيستفيدوا اوكي يعني هلا كمان موضوع الارقام بنحكي فيه انه عم بتفيدوا بعضكم كمان بالاودينس انه او جمهوركم عم بزيد عم تاخذوا جمهور وهو نفس الشيء عم يستفيد معكم موضوع الأرقام اللي بدي أحكي عنها بين شكلين في موضوع المادي تبعها أنه قدي عم تحسوا حالكم أنتوا صرتوا مسؤولين عم بتطلعوا إنكم عم بتطلعوا مصاري يعني صار شيء هيدي مهنة قدي هلأ حاسين يعني كنت قبل اللعبة إيه بس هلأ شوي عم نكبر عم نشوف أنه أرقام تشوف القصة جدية أكيد في ماركات معين يمكن بيحكوا معكم الحمد لله هلأ بشكل عام نحن أول ما بلشنا كانت هواية
وهواية يعني لدرجة غير معقولة، لأنه أنا كنت يعني أرجع من المدرسة دغري أكون مجهزة شو بدي أصور من قبل بيوم، لأنه أنا يعني بحب هالشي حتى قبل ما أعرف أنه بطلع فلوس أصلاً. نحن لما بلشنا ما كنا بنعرف أنه اليوتيوب بطلع فلوس. هذا الموضوع كتير حبيته، لأنه يعني بعمر صغير أنا بلشت أشتغل، بيعتبر هذا شغل، فأنه خلاص بلشنا نبني حالنا ونتحمل مسؤولية على عمر صغير، لأنه هذا كتير بفيد للمستقبل وبس والله. طب لانا قديش هيدا الشيء اثر على شخصيتك ولين قد ايه اثر على شخصيتك من معنى الشهره، المسؤوليه بالمصاري قد ايه، او انتم هلا عم تكونوا عم تعيشوا حياه بس عم تشاركوها مع الاشخاص الثانيين؟ هلا انا كشخصيه كنت شوي انطوائيه، هلا بحس انه جدا اجتماعيه يعني، وكانت شخصيتي قويت اكثر بكثير من قبل. يعني بتحس خلص اني عم بعرض، مو عم بعرض بدي اقول لك انه فرجي الناس حياتي وهيك، فانه خلص تعودت على هالشيء وقويت شخصيتي وهيك، انه منصة للتعبير، عم تعبري عن حالك يعني، اثر ايجابيا بتطلع على شخصيتي، بتطلع الشخصيه المخفيه. ولانا ساعدتك ولا 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 خففت هالموضوع؟ قولي honestly ساعدتني 100% 100% اكثر حدا ساعدني اختي العزيزه طبعا، وهي كمان ساعدت طبعا، لانه انا ساعدتك كمان، انت ساعدتيني كثير يعني. انا لولا لين ما كنت وصلت للي انا وصلت، يعني ما كنت جيت لهون لحالي. مزبوط، انت على طول بتحكي هيك يعني، بتحبوا بعضكم كثير. في موضوع انه العالم اللي عم تحضركم عم بتعيش قصه، عم بتعيش افكار، ويمكن حتى انتم ما بتعرفوا قديش هن عم يتاثروا، بيتاثروا بالفيديوهات تبعولكم، بس ما بتعرفي من جوا انه مرات في اطفال بيكونوا عم بيعيشوا شغلات ما عندهم اياها. يعني نحن الحمد لله الله نعم علينا بهالبلد ونعم عليكم انتو، صرتوا مشهورين وهيك، قديه بتهتمي بالمسؤولية بالكونتنت؟ هلأ عم تكبروا وعم بتحسوا بهيدا الشيء، هلأ بتفكري انه انا هلأ عم أثر على هول الأطفال او عم غير لهم حياتهم لانه هني عم بيعيشوا؟ وما بعرف هذا الشيء، بدي اسألك قديش هو عم يسعدهم ولا عم بعيشوا حياة اصطناعية لانه عم بيشوفوا قصة مش لقلهم. بشكل عام نحن المحتوى اللي عم نقدمه يعني ما ببين انه نحن عايشين بثراء وعايشين بدنيا غير انتو وين نحن وين، لا يعني هلا الناس بتشوفنا اوكي نحن بالبيت عم نجيب تحديات اكل مثلا بنحطها ونعمل تحدي ونخلص. في مثلا ناس تانية بتصير انه بتصير اصلا تعرض انه يعني شوفوا انا معي انا عندي انا بسوي انا بعمل، هدول بيكونوا يعني حديثين نعم بيقولوا انه اول مره بيشوفوا فلوس هيك فبيحبوا يورجوا الناس هيك. بس بحس هذا الموضوع جدا غلط، لانه عن جد في كتير اطفال بتتاثر فينا، وانا عن نفسي صراحه كنت اتاثر. انا كنت اتابع كتير انفلونسرز يعني، وكنت فانز لهم باي ذا واي، فانه بحس انه يا الله ليش هيك نحن ما عندنا، ليش هن عندهم، كيف هن بيعملوا هيك نحن ما بنسوي. كنا نروح لعند ماما، ماما ليش هن عندهم، شوفي شو عندهم، جيبي لي شيء بيسوي يعني. ماما وبابا الحمد لله ما كانوا يقصروا معنا، بس عن جد في ناس يعني كمان ما بيقدروا، ما عندهم هالقدره، فانه ما بنحاول نحن نعرض الاشياء اللي الناس ما تقدر تسويها. مثلا بنسوي فكرة يوم كامل بلون اخضر، عادي بنزل على السوبر ماركت 10 دراهم بجيب شيبسات وسناكس خلص بكون صار. جيبي اشياء صغيرة، مش لازم، مش شرط يعني البس براندات واجيب اشياء مستحيل انه حدا يقدر يشتريها، لا خلص يعني كل الناس. بس لا هي حتى لانا ولينا حتى الفكرة عم بيعيشوا قصتكم، مش ضروري الاشياء اللي قادرين تجيبوها ولا لا، عم بيعيشوا القصة، قصة إخوة مع بعضهم. في ناس يمكن عندهم العائلة منا مثلا متماسكة مع بعضها، في ناس يمكن ما قادرين حتى يطلعوا مطارح أو ينبسطوا مع غير أصحاب. هلأ مش معناتها نحن ما ننبسط يعني، بالعكس نحن نتمنى لكل العالم تنبسط وتتأثر، بس عم بتحسي بالمسؤولية أو عم تحسوا بالمسؤولية على أنه قديه ممكن الأطفال يتأثروا بهيدا الشيء؟ وهل أنت عم تغيروا الكونتنت تبعكم بهالاتجاه نوعا ما، انه انا شو ما اعمل هيدا هيدا المحتوى رح يوصل في مسج معينه، رساله معينه رح توصل لهول الاطفال او للاشخاص من عمر؟ نحن بشكل عام نحاول نقدم المحتوى اللي يكون فيه رساله او انه فكره، مثل ما كنت عم تقول انت انه يعني مثلا الناس ما بتقدر تطلع نفس طلعاتنا او تعيش او تشوف الاخوه، انه مثلا انا عندي اختي بتحبني وهيك، اوكي لا عن جد انا ولي بنحب بعض، بس في اخوه تانية او ناس تانية بتصير تبين انه هي الحب بس عن جد بالحقيقه. يعني انا شفت كتير ناس هيك عن جد في كره شديد، يعني انتم بالاخر اخوه وغيره، بحس لازم يكون في غيره بين الاخوات، انه شو ما كان يكون بدك احسن لك.
اقول لازم ما يكون فيها هل يعني اوكي انت لازم يكون فيه هلا اذا غيره هيك حميده بسيطه بس للمنافسه مش غلط يعني ما مختصرت الموضوع الصراحه وصارت تجيب لنا مثل بعض انت عندك عندك حلقه انت كمان عندك حلقه خلاص يعني نفس الشيء كلنا فكرت طلعك يعني مشان هيك يعني بحس انه كمان هاي مسؤوليه من الاهل اكثر من الطفل او الاخ نفسه يعني لازم الاهل انه يحاولوا يوافقوا بين الاخوه ما يميزوا هذا الشيء كمان بيأثر كتير انه يعني والله بجيب لها هاي اكتر لانه هي مثلا اكبر او بجيب لها هاي لانه هي دلولة واخر العنقود ف يعني الاهل كمان لازم تكون عنده مسؤولية اكتر من اللي بيتابعوا الاطفال او بيعيشوا الاطفال فانه يس اوكي طب بتحسي انه هلأ يمكن مش وقت افكر بهالقصص القضايا انا عم عيش حياتي هلأ بطريقة طبيعية وعم بعمل الكونتنت مثل ما هو مثل ما انا بحسه مثل انا عم بنبسط بحياتي وعم فرجي هذا الشيء للعالم عم يعني عم عيش كتير طبيعي حتى الفيديوهاتك وفيديوهاتكم كلكم انه كتير بسيطة وكتير طبيعية يعني فيها افكار عادية مثل شخص عم يلعب يعني لانه نحن اول ما بلشنا هيك بلشنا يعني مو لما يصير مثلا نتطور انه ماديا او يصير عنا اشياء تانية نصير نغير نحن الناس حبونا لانه نحن هيك لانه حسونا مثلهم بس الفرق انه نحن عم نعرض حياتنا هن ما عم يرضوا فانه يعني بنحاول قدر الامكان مثل ما قلت لك انه نضل مثل ما نحن لانه بالاخر نحن عمرنا يعني كم 16 و17 اكيد ما رح نقعد نسوي اشياء للناس اكبر مننا وهيك اوكي انا استفدت ماديا وفدت عائلتي ماديا وكلنا يعني استفدنا العائله ماديا بس ما لازم اعرض هالشيء بحس انه الناس خلص يعني مش لازم تعرف مش مهتم لهالشيء فانه يس شو لين what do you think دخلت بالصوت الصوت قوي ايه خلاص برجع عنها هيك تمام ايوه بس بدي اقول شغله شربي ماي حياتي شربي ماي لا دخلت كتير قوي يا ماشي بدك تسمعيني كتير بحياتك بدك تسمعيني كتير بحياتك اوكي لانا نفس السؤال بتعملي حساب بال قد ما لانا قليلي لا لين بتعملي حساب للكونتنت اللي عم تعمليه بلشتوا يعني انا عم بحكيكم هلا لانه يعني كبرتوا لانا 18 رح تصير انت 17 انتوا قلتوا فرق سنه بس فرق سنه وشو نص يمكن سنه ونص ايه لين يعني هلا ناضجين انتوا تين ايجرز قد ايه الكونتنت عم تعملوا حسابه واحد قلنا عم بيطلع مصاري وما شاء الله عم تدعموا عائلتكم وهذا شيء كتير منيح بس انا بهمني العالم اللي عم تحضر واللي هن بعدهم جيل يمكن اصغر منكم يمكن من عمركم بعتقد الأصغر يعني بيهتموا أكتر عم تعملي حساب هيدا الشيء كمان لكل شيء أي فكرة من قد ما على اليوتيوب لازم يكون حاسمين حسابها للصغار اللي عم يتابعونا للكبار اللي عم يتابعونا ولعمرنا لأنه في كتير صغار يعني مو كتير صغار تقريبا كل صغار بيسوي أي شيء بيشوفوه على اليوتيوب أي شيء بيشوفوه على التلفزيون بيسوي مثل ما هو فأنه لازم حسيتك عم تسوي شيء حركات لا أقول لك يا عم تضحك كتير بحب اسلوبها بالحق يعني اسلوبها فيه شويه اعلاني يعني بتعمل مثل كانه عم تقدم برنامج برنامج اعلاني ويلا بدي اقول انا بريس سبسكرايب واشتروا هاي واطلعوا ان شاء الله لا بس انه جد في كتير صغار بيتابعونا وبيسووا نفس اللي نسويه حتى كتير بشوف تعليقات انه نحن سوينا مثل سويتوه وكذا وكذا فانه لازم ننتبه على اي شيء عم نسوي اي شيء خاصه بالانستغرام تيك توك يوتيوب كله كل حركة كل شيء بسوي كل شيء ما عمل له حساب بس ليش تعبتي كان جملة طويلة طيب اوكي نخلص الاشياء الطويلة بدنا شيء فاني نضحك بالضبط في ما في تحديات خلص من تحديات يلا مين بيسوي تحديات لين انا بطلع مين بيطلع بالافكار نحن اثنين بس الاكثر لانا عشان ما هي اكثر مني عن جد انا من كثر ما بفكر لحتى اطلع افكار بس راسي وجهني بس اكيد بالتطبيق يعني اللي هم بتطور وهيك يعني فلازم ما بنقدر طورتوا الكونتنت من ناحيه التصوير التقنيات وهالقصص طورتوه كثير صار في دعم يعني الحمد لله صار في صرف الحمد لله جبتوا اديتر ولا بعده خيك عم بتعذبوه اول شيء كنا نحن بعدين خيه هلا هو عم تعذبوه معكم ما عم نعذبه هو لانه اوريدي داخل بالجامعه انه اعلام وتلفزيون بحب هالاشياء هو بحب يعني من اول ما بلشنا اعطوني انا بساعدكم انا بسوي لكم وعن جد ما شاء الله لو ما بده كنا نحن سوينا او جبنا احنا يسوي لنا اياهم
بس هو عاجبه. بحس انه اذا الواحد جاب حدا يسوي له انه كيف انت بلشت انت عم تسوي فانه يعني خلص سوي لحالك يعني كمان مش لازم اديتر. بس يكتر بس يكتر بدك اديتر. ايه بس كمان صعب نجيب واحد تحس لحتى يفهم عليك لحتى تقول له شو تسوي وشو تعمل واعطيني الفيديوهات. اوكي انت انتم بتحبوا افكار ليك الهم الاشياء هاي انا لا بس انه مثلا هلا مصطفى عندنا دغري بالبيت مثلا مسك هاي الفيديوهات سوي كذا 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 تحس سهل يعني هو فهم علينا هو بيصورنا كمان. تعرفوا تبصروا شيء؟ شو سوي؟ مثل؟ بصر مبصر مبصر انت صغيرة على حسن؟ انت بعدك صغيرة على التبصير انت اوكي ايه فهمت فهمت انت برجك الحوت لا انا حوت يا الله شو عم خربت ليش؟ لحظة شوي لحظة لحظة انت الحوت اه ما الحوت بس هن الحوت قلبهم طيب كتير ما عاد بدي مزبوط؟ طب لا ايه ايه طيب ليه زعلتي؟ وانت ليش تتأشر على آية؟ لأنه هي قلبة طيب بين كتير طبعا قلبة طيب بلا هي قلبة طيب بس ما بتظهر ما بحب أبقى. أنا قصب العاني يا جماعة بصر ما ببين لأنه انت شو ورجيك؟ سرطان سرطان جدا حساس بكي أي شي صراحة يعني دغري بيبكي لا سرطان قوي أيوة مفروض تعكسوه هون في شي غلط صار الأسد بيجي بعده السرطان لا سرطان بعد الأسد الرجال قوايا بس الأسد بعدين سرطان لا صح؟ لا سرطان بعدين الأسد اه والله انا ما بعرف ايه بلا انا عشاء ام بلا بعده اصلا بعيد الأسد شهر لا جولاي الأسد بعده ايوه ايوه ايه انا 10 7 فانه انت 7 شفتي جولاي والأسد جولاي بس اخر الأسد جولاي اخر الجولاي لانه انا أسد انت أسد انا دغري بعد السرطان انا بعيد عنكم خليكم انتم تتخانقوا انتوا حوت انتوا انا باول السنة تو ترى كلنا بالمي يعني بالاخر ايه كرت كلنا بالمي بالاخر يعني سرطان اسد الا الاسد طيب هلا كنتوا عم تغنوا لا انا ما كنت عم غنيين بلا بلا طفينا الكاميرات وكنتوا عم بتغنوا يلا لين مين صوته احلى لين هلا هي اللي صارت بدك اياها هي زتيتي عليها انا صوتي محي يلا لين اي غنيه اكثر شيء ترندنج هلا وغنيها انا ما بتعرف الاسم انت شيء ترند اخر فتره ترند 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 ما بعرف ما في ترندات هلا اخر فتره كله تخبيص بالضبط ما في ترند ما في ترند بال هلا لا, لا. هالفتره قبل كان في يطلع ترندات على التيك توك اكثر بكثير من هلا اغاني هلا بتحسوا التيك توك يعني ساعه يا بيضرب الفيديو على الاخر يا بالمره ما بيجيب شيء وبس انه منه في شيء غريب يعني نفس الفيديو بحطه على انستغرام بتلاقيه ضرب إيه؟ على التيك توك مرات هيك ما بيجيب شيء واحيانا العكس بيضرب على التيك توك ما بيضرب على الانستا طب شو السبب بحس الانستا التيك توك على فكره بيضرب اكثر لما يكون الواحد مثلا اوريدي مؤسس وعنده متابعين فانه خلص دايركت بيضرب عند الفيديو وحسب يعني لازم يمشي على الترند كمان ايه بس بتعرفي في شيء باعوه بالتيك توك بحسه انه باعوا الشهره المزيفه ايه يعني اول ما دخلت العالم على التيك توك اعطوهم كثير اهتمام وبلشوا يطلع عندهم ملايين فكروا صح. حالهم انه خلص انشهروا ايه عن جد بعدين وقعوا لا عن جد لانه في كثير يعني انه في فرق بين عن جد انشهروا ونعرفه في ناس بس انشهروا انه بس الناس عارفين شكلهم نسيتهم شكل بس صح لانه يعني مثلا هلا نحن بلشنا تيك توك وانشهرنا بوقتها بس نحن هلا يوتيوب انستغرام كملته ايه في ناس بس خلص بتشوفه فتره بس بهالفتره بتضرب وخلص الفتره الجايه بتنساها صحيح 100% لين هلا لانا عندها اكثر منك متابعين صح شو السبب بلشت قبلي بس هيك نعم بلشت قبل هلا بلشت قبل بشهر بس يعني مشان انا اكثر منك لانه انا ببلش قبلك ماشي يلين الله يسامح استاذ حمزه هي يعني متفاعل اكثر مني طب فعلا لانه بلشتي اكثر انا ما بلشت قبلك هي بلشت قبلي في سنه فرق انت انشهرت لما جيتي انت لا بس انه بلشت قبلي وكانت يعني هي متفاعل اكثر مني على تيك توك كان عندك 900 لما كنت مبلش قبلها لما هي اجت معي صرت 6 مليون الله سو هي دعمتك طيب اوكي في موضوع الشكل بتلاقي قديش شكلكم الحلو اثر على الموضوع بيأثر. يعني انتو لا بيأثر شوي يعني كمان انه شقر وعيون ملونة بالمجتمع العربي قليلة بتحسي انه يعني في تميز نوعا ما مو كل شقر وعيونه ملونة مو كل شقر وعيونه ملونة خلص لازم بس في له نسبة صغيرة صح نسبة خلص انا واحد بالمية. انا ولين عم نتفق 1% انت نتفق انه الشكل لا بس 1% ما له تأثير كم واحدة شقرة وعيونه خضر مشهورة بالسوشيال ميديا بينعدوا على الأصابع بس في الى شوي صح بحس والله شوي ما فكره غلط ما كل وحده عيونها خضر وشعرها اشقر لين اكيد
هاي أكيد. الشكل فيها اي وحده فيني احط هلا عدسات انا واصبغ شعري واطلع كاني اول مره بطلع بالسوشيال ميديا ويمكن انشر شباب. بس انتم عارفينكم طبيعيين وكمان ادي فكره انه التوم مع انه ممكن توم بس اخذوا العالم فكره انه اوكي هاي ممكن انه أيوة. في فكره مختلفه عن الباقي انه بلبس مثل بفك انتباه يعني هاي مثلا بس بحس الشكل ما له يعني اوكي في كتير يعني يوتيوبرز عالميين مو بس يعني اجانب العرب عندنا نور ستارز نارين عيون الخضر وشعر اشقر لا مو شرط يعني بس انتم عم تقولوا انه له دور بحس انا صح احسنتي ما له دور انا بقول اتفق معك طيب نور ستار بتقولوا هي نمبر 1 نور اول وحده بلشت اللي تشوفك تقول فالناس فانه يعني لا اسم بس هي اكثر عندها اكثر متابعين يعني او سبسكرايبرز على اليوتيوب ما بعرف انك وصلت 20 مليون ما شاء الله تحسها مؤسسه اسم لها اسم نور ستارز يعني اي حد بيسمع نور ستارز خلاص بيعرفها طب ليه تنهدتوا لما قلت نور ستارز نور ما تنهدنا لا ما هو بس فكر يعني كيف يعني ان هيك في يعني نور ستارز انه كيف بدي انه يعني نور خلص نور انه نور ستارز نور ستارز اللي كانت تتصور مثلا في ناس بتتابعها قبل هلا ما بتتابعها فانه خلص عرفوا نور ستارز باي مكان نور ستارز في ناس بتتابعها قبل بطل تتابعها هلا لا مو بطل يعني يا الله مش قصه بطل تتابعها بس انه يعني خلص الناس انه صار عندها مثلا اهتمامات او شغل وهيك ما عم تفضل انه مثلا تحضر بس خلص عرفوا انه نور ستارز نور ستارز بس هي ما بتشتغل شغله ثانيه غير السوشيال ميديا الناس عم يتابعوها طيب هيدي انت رح توصلوا للنور ستار الموضوع ما انا بعرف لا انا عم بسال سؤال لانه نور مشهوره ونور من الاول ان شاء الله بس كمان الشخص بيكبر مع الوقت هل انه الكونتنت بيكون نوع مثلا كله مزح وضحك ومتوجه للاطفال او لعمر صغير طيب انتوا لما تكبروا بطل فيكم تعملوا هيدا الشيء يعني بطل يطلع طبيعي يعني هلا قلتي لي تعال نعمل شيء كونتنت عم جرب عم حاول قد ما فيي انا بحس انه اللي بيكبر وبيقدم محتوى صغير خلص انه ما بيسبق له سوي لعمرك او لعمرك لانه خلص اوريدي الناس يعني الناس كبرت معك يعني الاطفال ما ضلوا اطفال مو بس انت كبرتي كمان اللي كانوا يتابعوك صغار كبروا فانه صار يعني بالاهتمامات نفس اهتماماتك حتى لو انه اصغر منك بكم سنه راح بس راح تحافظي على الفولورز اللي عندك لما تكبري طبعا في اذا ضلينا عم نقدم الشيء المناسب في 100 طريقه يعني اكيد الواحد مو خلاص كبر يلا خلاص ما عاد عندي متابعين ما عاد اقدم محتوى لا طبعا بس هن المتابعين الصغار يعني بيعملوا فولو كيف ما كان عرفتي كيف خلاص عجبهم الموضوع بيعملوا هاي بوينت فهن عددهم كتير اكبر يعني بتلاقي اضعاف يعني انا مثلا بشوف حدا كتير مشهور عالميا يمكن ما عنده قد نور ستارز طب هلا الفكره انه يعني الصغار بيتابعوا المحتوى اللي بعمره اللي فوق عمره لانه قد ما كان ما في يوتيوبر بيقدم محتوى ما بيناسب الصغار اصلا ما كان معرض على اليوتيوب فانه الصغار بيتابعوا شو ما كان الكبار والصغار طب بلشتوا تفكروا انتم بدك تغيروا نوعيه المحتوى ان شاء الله بس نكبر بنشوف وقتها هلا لانه اوريدي اليوتيوبرز اللي مس اكبر مننا عم يقدموا محتوى تحديات فاني ضحك مزح فانه ما فينا نحن كمان نغير لانه نحن والله صار عمرنا 18 والله لانه هذول عم يسووا هيك لازم نسوي هيك كمان الناس حبتنا نحن ما بتتاثروا بغير يوتيوبرز نو مين عندكم نمبر 1 ولا قلت نور ستار قلتولي نحن لا 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 مو هيك في كل اليوتيوبرز اللي متابعين على فكره محتوياتهم حلوه بس الواحد لما يصير يوتيوبر على فكره بيصير يهتم لحاله اكثر من انه يركز على اتابع هذا واتابع هذا انا عن نفسي يعني لهلا بتابع يوتيوبرز بس عن جد بتجي علي اوقات بمر شيء اسبوع خلص ما بقدر انا اشوف ولا شيء خلوني بس اشوف انا شو بدي اخلص شغلي واشيائي فانه يس وكلهم نمبر 1 لو مو نمبر 1 ما كان انه لهلا مشهور مين مفضل لين مين مفضل عندك يا الله لا يا محمد اوكي في كتير صراحه يعني كله نمبر 1 في نارين كنتوا بتحبوها او بعدكم بتحبوها كلهم والله والله كلهم بس لانه شفتها معكم مشان هيك كلهم شفتهم معي لا حتى نور ستار شفتها معكم كلهم الحمد لله لا بس انه انا عن نفسي صراحه انا يعني اكثر شيء بحس انه غيث مروان انا كنت فانز لغيث مروان والله عفوا اشتغلتوا مع بعض ما بخجل من انه احكي والله كنت اتابع هذا او كنت اعمل هيك لانه هلا انشهرت لانه هلا في ناس مثلا عم تتابعني ممكن بعد سنتين يكونوا انشهروا وعم يصوروا معي
فانه بحس الموضوع كثير حلو انه الواحد كان يتمنى يشوف هالشخص وصار هلا يصبر معه. يعني شو بتحس هيك حد دمع لما تفكر بهالشيء انه خلص يعني الواحد وصل للي بده اياه. الحمد لله وصلتوا للي بدكم اياه. لي لسه ليه بسحب كلمتي بدنا نحط تايمر نحن هيدي الساعه الرمليه يعني هلا انا ممنونة بالشيء اللي احنا فيه بس لسه الحمد لله لسه عم نطور من حالنا ولسه عم اهدافنا لسه كبيره يعني. طب شو هدفك لما تكبر يعني؟ ما بصير نحكي ما بصير تحكوا لا لا ما فينا نحدد شو حابين يعني. حابين تكونوا هي الشغله اللي انتم بدكم تعملوها انه انتم مشهورين على السوشيال ميديا عم تعملوا محتوى بس هلا كمهنه تعبالي اصير دكتوره ان شاء الله. انا السنه زي جامعه يا جماعه ادعوا لي ان شاء الله دكتورات المستقبل. شفت انه شهاداتكم اي 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 بعدها هيك نعم شوف كل الاشياء عملت ريسيرش طبعا ما فينا يعني ان الواحد بيتغير انه اذا اتغير معدلي انا بكون انا عم بعمل شيء جدا غلط. انا عم ركز على شيء اوكي عم ركز على اهدافي وعلى حلمي بس ما فيني اترك الشيء اللي بيضل معي طول حياتي. بس ما اثر هيدا السوشيال ميديا او الشيء اللي انتم عم تعملوه يعني انتم نجحتوا من عمر صغير ما اثر على انه مثلا قبل الاهل انه يقولوا له الشخص دروس انه بكره بدك تشتغل بدك تلاقي مهنه بس انه انتم اوريدي لقيتوا المهنه يعني بلشتوا تعملوا فلوس من انتم صغار قد ايه اثر على فكره انه انا طب شو بدي اعمل انا شو طموحي او انا ليه عم بدرس اوكي بدي ادرس لاتعلم واتثقف بس انه اثر عليكم هيدا الشيء انه انا ما بدي اتخصص غير بهذا المجال لا يعني بعد حبيت اخذ اليوتيوب كهوايه انا حاطه بعدين من انا صغيره بدي ادخل طب فانه ان شاء الله يا رب. لا انا اخذت الشغل انا اخذت الشغل لانه عم يفيدني يعني اوكي ممكن انا وقت كنت بادلين كنت اكيد اخذه هوايه لانه ما فيني يعني بعمر يعني 16 15 تحس ما حد بيقدر يشتغل شغل وياخده انه شيء سيريوس بس كمان ما بعتبره شغلي رئيسي هذا ممكن يكون فرعي لانه اي لحظه ممكن يختفي كل انا شيء. ليش قلت هوايه انا ليش قلت هوايه انه انا حاطه بالي انه الدراسه لساتها اهم يعني مستحيل ادرك يعني اهتم باليوتيوب اكثر من الدراسه. تحس الدراسه حتضل معك للابد شو ما تعلمت مدرسة حتضل معك للابد شهادتك احس تفكيري غير تفكيرك جدا. شكرا والله بس مع انه بنضل هيك انه يعني افكار حلو فينا انه تفكيرنا غير بعض كل واحدة شكل ما بعرف ليه هذا الشيء انه صحي مش ضروري يكون نفس التفكير يعني. لا انه عن جد بحس انه ليه عم تحكي شيء بقول لا بدي انا بحكي شيء بتقول لا بس انه ما افكار ممكن هذا يفيدنا كمان انه نجمع افكار بعض ونطور شيء عم نسوي. انا بشجع على الدراسه هي بتشجعني على التصوير ايه عن جد لا حقيقه هاي والله. انت بتشجعي على الدراسه؟ انا اوريدي بدرس يعني هي ما شاء الله عليها. انا ما بعرف من وين جايبه حب الدراسه هذا بس ما شاء الله هاي السنه نانا كثير يعني كثير كثير يعني باهرتني ما شاء الله عليها كثير مجتهده من حالي بس ما فيني ما في انت تحس هاي السنه الحاسمه انه خلاص ما في اي واحد يقدر يسحب عليها ويسوي شيء اللي بحبه. اوكي كلنا عندنا اشياء بنحبها بس لازم نركز على الاشياء. لا احلى شيء لما بتقول لي انت ما لازم تدرسي عادي السنه اللي بعدها اهم من هلا السنه اللي بعد بعدها انت 10 يلا بدرس بالحالة انا yes. بس بتاثر على شخصيتك بالقرارات اللي بتعملها بتاثر عليكي بشو يعني؟ يعني مثلا بانه عملي هيك ما عملي هيك درسي هيك ما تدرسي هيك انا مرقت بهالخبره بتاثر بس عليك. بحب هالشيء انا صراحه بترك لها كتب اللي كنت ادرس فيها لا لا عندي يوم بس بحب هالشيء بحس كثير عم تفيدني لانا كثير عم تفيدني كثير. انت اكيد لانا انه عم تفيدك اكيد انه لانا عم تفيدك متأكدة يعني؟ أكيد خوفتني بسم الله لا ما تفيدني جد أنا صفا جي قلت لا أنا مقول ليش لا بجد كتير عم تفيدني أنا مو غصب لا والله جد لا جد لا جد من كل النواحي من ناحية دراستي من ناحية يعني عم تقول لي مو هي درست هالسنة قبل أكيد فأنه بتقول لي لازم تسوي هيك لازم تركز على هاي لازم تركز على هاي أكثر من هاي وهيك يعني كتير عم استفاد عم يسهل الموضوع علي أكثر بكتير. طيب بالمدرسة لما صرتوا مشهورين قديت أصحابكم تغيروا معكم قديت حسيتوا أنه 180 درجة تغيروا في كتير في نوعية بالناس اللي بيفكروني أنه أنا شايفة حالي فبشوفوا حالهم أكتر ففكروا أنه أنت شايفة حالك أنا شايفة حالي كمان ما تفكرين أنه أنت غيرنا أو شيء أنه أنتوا هيك باي ديفولت شايفين حالكم والله ماني هيك لا بشوفوا حالهم كتير بشوفوا حالهم بكره النوعية أنا انه انا عسى مسوي مثلك انا مو هيك يا جماعه والله تعرفوا علي بتعرف انه ماني هيك بس بتقلل الاصحاب ولا بتصيروا انتوا يعني تختاروا اشخاص معينين هلا صرنا احنا نعرف مين نختار ببين علينا انه مين عن جد بحبنا مشان نحنا ومشان شهرتنا يعني صار رفقاتنا اقل عم بقله
بس صاروا تقريبا بس نفس المجال، بتحسي انه اصحابكم هن بس بالمجال اللي انتم فيه ولا لا؟ يعني قصدي اصحابكم القراب لكم هن من يمكن يوتيوبرز، هن بنفس المجال، بتحكوا نفس اللغه ولا لا انه مش ضروري؟ لا مش ضروري. بحس إن اصلا اللي بيكون بنفس المجال صعب تلاقي رفقات اثنين بنفس المجال، تحس يعني في منافسه، في انه بدي اسبقه، بدي اعمل، مو انه منافسه من الكراهيه يعني، بس انه منافسه، بضل في منافسه بالموضوع كله. يعني صعب. قد ما كان ما في اصدقاء، قد ما كان في حب ممكن تستمر فتره هيك بعدين تقطع. طب المنافسه وين بتكون اكثر شيء؟ على يعني وين بتشوفي معيار النجاح بينك وبين حدا تاني؟ تقديم المحتوى، حسب يعني ممكن يكون شخص بيقدم غير محتواي تماما، بس نصير رفقه خلص يصير نسوي نفس محتوى. يعني ممكن يكون من الفولورز مثلا، ممكن يكون من، ولا من كواليتي الشغل؟ على فكره كله عن جد. هلا بشكل عام كواليتي الشغل، يعني تقريبا نحن بنكون اقل حدا عندنا متابعين بين اليوتيوبرز، او نكون اقل حدا انه جوده التصوير فيه. بس حتى لو يعني فوق كل هذا وفوق نحن اقل شيء، لا بده يصير مثلنا. طب يا جماعه والله انتوا بتجننوا. برأيك انه النوعيه ما لها علاقه من ناحيه، مش المضمون، من ناحيه التقنيه بتحسي ما لها علاقه بال انه واحد يقدر يعمل يوتيوب؟ ما دخل يعني مش ضروري تكون عنده كاميرا وعنده اضاءه. لا 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 لا. وعنده هذا الشغل. انتوا بلشتوا بموبايل؟ طب انا المليونين وما عم نصور بالموبايل. اه عن جد الحمد لله الناس حبتنا على هيك. وفي فتره كنا بدنا نجيب كاميرا، بس قلنا انه الناس حبتنا على تصوير الموبايل وكل شيء، هيك خلينا نكمل، مع انه ما اثر شيء علينا هالشيء. بحس غلط ان الواحد يجهز الاشياء اللي بده يبلش فيها قبل ما يبلش الشغل. يعني تخيل انا اجيب كاميرا واجيب مايك وكل شيء وابلش، اخش ما ننجح، اخش ما ننجح وما يجي، ما حدا يحبنا يعني بهذا الشيء. لانه حلو الواحد يبلش باللي عنده واللي بيقدر. وكنا نتعب كثير يعني بتصوير الموبايل، نحاول نلاقي اضاءه، نحاول الشمس، نحاول هيك. الحمد لله نجحنا. لون اخضر وازرق هذا منظر والله انا بستحي منه. مش طبيعي هالفيديو، بس انه قديش تفاعل عليه. بس انه شو نصيحتكم للي بعمركم انه اذا بدو يبلشوا يوتيوب، انه وكيف وفقتوا بالوقت؟ يعني انه بين دراسه وبين عم بتعملوا ادت وبتعملوا تصوير، وقديه محتوى بتنزلوا بالاسبوع؟ حسب اللي بنقدر عليه يعني. ما بنحدد وقت معين. كنا قبل كل يوم كل يوم كل يوم، استمرنا تقريبا شهر كل يوم، بعدين صرنا 3 ايام بالاسبوع، بعدين صرنا يومين بالاسبوع، هلا تقريبا يومين بالاسبوع او يوم يوم لا، يعني حسب الوقت اللي بنفضى عليه. نحن بنصور يعني نخلص دراسه، نخلص كل اشغالنا، بنبلش بالتصوير. انا بتجيني كون مرتاحين. بتجيني فترات بصير ابكي عن جد، بصير ابكي انه يا الله مو قادره اسوي شيء، انا شو اعمل؟ يعني ادرس ولا اعمل اديت ولا اصور ولا اوكي انا ببلش بالدراسه، بس عن جد بحس راسي خلص مو قادره اتحمل. بصير عن صدقا بصير خلص بدي اوقف السوشيال ميديا نهائيا، انه خلص ما عاد بدي، تعبت. بتحس في لسه بتحس في ناس بتحبك، يعني صعب توقف، يعني بتحس كوننا كل هالجمهور اخر شيء نوقف، بحس صعب حرام. وصلتوا تحسوا انه هيدا شغل؟ انا بلشت تحسي شغل؟ تقريبا. انت هلا مش قلت قلت تقريبا يعني انا بحاول اخليها للي تقتنع انه هاد شغل، لانه عن جد هاد الشيء بفيدها، انه عن جد شغل بهالعمر حلو. حلو بس انه هل مثلا مرات الشغل مثلا بتعب، مرات شغل انه بزهق، مرات شغل بالضبط. يعني انه قبل لو انتم صغار بلشتوه كلعب، هلا عم تحسوه انه سيريس، انه انا ما فيني اوقف، في التزام يعني، عم تحسي انه انا عندي التزام بدي خلصه، مثل الدراسه، مثل انه يمكن في عندي مدخول مادي عم بدعم اهلي او عم ساعد اخواتي او يعني هلا نحن بشكل عام عم نكمل او عم نسوي هالشيء لانه نحن عن جد بنحبه. بس لما تجيني فتره واتعب وامل بقول لا خلص بترك الشيء اللي بحبه، بركز انه عن جد بيفيدني. يعني اوكي بحبه انا، بس لما اتعب عن جد وانهار نفسيا بصير اقول انه خلص يعني كملي مشان لانه عم يفيدك. فانه يس. بتحكوا عن هاي المواضيع باليوتيوب ولا لا؟ يعني اذا انت تعبانه بتطلعي بتقولي انا تعبانه وانا، ولا لازم تفرجي انه تكوني انت مبسوطه؟ ما حدا بحس ما في داعي، ما حدا مهتم بالصبر، ما حدا مهتم، كل واحد عنده اشغاله. يعني اوكي انا طلعت قلت انه انا تعبانه، شو رح يعملوا لي؟ في ناس تعبانه اكثر منا بالضبط. يعني انتم بس كمان عم بتصوروا يمكن وجه حلو بس او ميلي حلوه بس من حياتكم باليوتيوب، ما بتفكري انه ممكن مثلا انا بدي افرجي المشاكل، بدي افرجي اذا انا مضايقه، اذا انا عم ببكي ممكن اعبر عن حالي كمان على اليوتيوب؟ عشان استعطفون يعني؟ لا ما في بوينت. لا هاي الفكره انه يعني اذا طلعت ابكي اوكي انت صادقه، يعني انت ما عم تمثليها، ما عم بمثلها. بس انا ما يعني انا لما اكون زعلانه ما بطلع بضحك وبصور، لا بس ارتاح خلاص تغير نفسيتي بطلع بصور. انا صح. ما بطلع بمثل، يعني ما بطلع بمثل انا مبسوطه بس انا زعلانه، ما في، ما حدا بيقدر يسوي هيك. واذا يعني حدا سوى هيك ما حدا
مهتم يعني عم جد صدقا يعني انت غير انت عم تتابع حدا اوكي عم تتابعنا انا ولين اخر شيء يعني نحن عم نبكي اوكي شو رح تسوي رح تبكي معنا شو استفدنا نحن انت شو استفدت يعني لا قصدي كمان يمكن تكون عندك مشكله عم تشارك المتابعين تبع فيها مشكله يعني بالدراسة أو بالشغل أو بالتعب أو بالفاميلي ما بعرف يعني قد إيه إنه مش كل النوعية الكونتنت تكون بس هي بس ترفيهية هذا الأصل ممكن مثلا أتعلم إنه كيف مثلا أدرس أو إنه أتعلم طريقة إنه أغير عن نفسيتي بتعلمها أنا وبطلع بعرضها إنه كيف تعلمتها مع مشكلتي بعد الحل لأنه يعني أوكي ممكن الناس تعطيني حلول أقعد هيك أنا ما أستفيد شيء بجرب اللي ممكن يغير نفسيتي اللي ممكن يعني انبسط فيه اعرف ادرس فيه اركز اكثر وبعدين بحكي للناس الطريقه لانه يعني انا من وجهه نظري مثلا سويت مره فيديو عن قطتي لما ماتت وش ما سويت هذا اوكي كان سويت فيديو وقت قطتي بس لانه عجبت كنت وقتها منهاره ومن وقتها يعني حسيت انه خلص يعني شو عم تسوي انت ماتت ما بدي اكمل اي بالضبط ماتت قطتي الثانيه وما حكيت شيء طلعت على ستوري اوكي بكيت شوي لانه الناس عم تسال عنها الناس عم تستفسر انه وين القطه وشو في هيك لما الناس كثير تسال على الموضوع لازم الواحد يطلع يوضح انت بتحبي كثير القطط وكل ما وانت بتحبي الكلاب كمان ولا القطط لا بحب القطط بس بحس هلا مو وقت للقطط مش وقتهم لانه هلا بتعرف انه اولاد اختي عمرهم سنتين هلا بحس لسه صغار بحس ما بدي اضرهم يعني بس لانا بتحب كثير القطط كثير كثير بتحبوا المكياج؟ ايه اشتغلتوا مع شركات مكياج؟ ايه شو هن؟ ايه في كثير لازم احكي؟ لا مش ضروري مش ضروري في يعني الناس اللي بتتابعنا بتشوف ستورياتنا انه بنعمل هيك بنسوي هيك وانا عن نفسي يعني فخوره انه كنت قبل مثلا يعني اشوف هالبراندات او ياي امتى بدي اعمل معهم اعلان ويجي انه يطلبوني بحس شيء كثير حلو وعندي يعني فيديوهات كنت اوقف اتصور جنب شيء برودكت او شيء اخر شيء هلا صرت انا عن جد اعلن صرتوا تصوروا بروفيشنال تنطلبوا كتصوروا اعلانات او انتم تعملوا الكونتنت ولا حدا يصوركم في هيك في هيك في كل شيء مش بدك اياه مع بعضكم على طول بيطلبوكم في مره لحاله في مره لحالي في مره احنا الاثنين مع بعضينا إجا جوب إنه نقوا أنتم مين بدو يروح عليه؟ لا عطول هني بيختاروا ما في إذا قالوا هيك شو عجبكم لا تعالوا أنتم طب أنتوا ليه عملتوا اثنين إنستغرام؟ ليه ما عملتوا إنستغرام واحد؟ لأنه لما بلشت أنا أوريدي كان لأنه لما انشهرنا أنا وياها كانت لين تصور عندي على التيك توك فصار ينشهر عندي الإنستغرام لأنه كان عندي حساب لحالي انشهر الإنستغرام وصل تقريبا شي يعني 50,000 وقتها لين بلشت بحساب الخاص بحس احلى كل وحده لحالها ما فيني احق يعني مثلا انا انشهرت لانا ما فيني اغير على لانا ولين وهيك الناس عرفتني إيه مزبوط هلا يعني بالعكس شغله ذكيه انه بلشتوا كل وحده لحالها لانه اذا كنتوا مع بعض وبدكم تنفصلوا رح تكون الموضوع كتير صعب يعني بتحس خلص رح ياخذوا نظره انه ليش انفصل وليش عملوا ليش يعني بصير عندهم فضول يعرفوا ليش كل وحده سويت لحالها رح يكون صعب بحس ان احنا اثنين حساب مشترك يعني ممكن عندها نزل فكرة فكروني لانا نزل فكرة هي بس في كتير هي. عندهم مشترك يعني في سيسترز وفي في توأم كل ناس وطريقتها الخاصة يعني هلا نحن الأسهلنا كل واحدة لحالة ممكن الآلات اللي على فكرة الناس كتير بتتخربط بيناتنا يعني ممكن لين تعمل شيء أنا الأكل وممكن أنا أعمل شيء يعني مثلا أنزل شيء بصيبة سويته أنا يقولوا أوه لانا ليش سويتي هيك فأنا بحس خلاص كل واحدة لحالة لأنه عندك كل واحدة أفكارها مثل ما شفت كل واحدة أفكارها غير يعني طيب شي نهار حدا عمل شي عن التاني مثل مثلا بالمدرسة مثل لا ما مش هتنجي يعني حدا عمل امتحان عن التاني لا هي أصلا صف وأنا صف يعني هي توقع في فرق أنت فيك تساعديها معناتها الناس بتشوفنا بتعرفي فرقه يعني فرقه هو كل واحد الاولى ما بيفرقوا مثلا انت تعبانه اجت هي حد عملت الاعلان الاعلان اعلان لا ما في اعلان هيك يعني ان احنا حتى لو تعبانين بنروح نصور اوكي او يوم بنلاقي الوقت المناسب لحتى نروح نصوره ما بنضغط حالنا او بنروح كل هذه الحاله بتحبوا بعضكم كثير يس ما ما هتبكينا صح لا ما رح بكيكم بس دغري بتبكوا انا قليل انا صعب كثير ابكي بس بالمواضيع هيك الحساسه انه لين اللي بتبكي بسرعه ايه؟ لك عم طلع فوق حتى بتبكي لين شو ما اقول لك هلا بتبكي من زمان هلا من زمان كنت اكثر بكثير كنت دغري تبكي كنت اوفر بس لا الحمد لله شوي شوي هلا دمعت انا لا انا ما حكينا شيء ببكي انا في شيء بعيني هلا ما بعرف شو بس من اول رح تضلكم مع بعض
بالإعلانات رح ضلكم مع بعض هيك بالفيديوهات ولا بتفكر كل واحدة تتخصص بمجال معين؟ لا هلا بشكل عام يعني ما فينا نقول أوكي ونحن ممكن بالمستقبل يصير معنا شيء وكل واحدة تروح لحالها، بس بشكل عام يعني نحن هلا مفكرين إنه نضل مع بعض لأنه ما فينا نضل مع بعض يعني ما حدا بيطلع علينا زي مع بعض، الناس تعرفنا لأنا ولي ما بتطلع علي؟ رح تبكي؟ لا عيني هلا ما في الناس تقول لانا اولين لانا اولين هنا يعني. اوكي لانا بتعرفي لانا لانا اولين هيك. انتوا عندكم يوتيوب بيج وحده بس بس اثنين انستغرام واثنين تيك توك واثنين تيك توك طيب الانكم منين بيجي اكثر من اليوتيوب ولا من الانستغرام؟ كله نيناتون. من وين لا انتوا معتمدين اكثر على شو؟ انا انستغرام. تحسي انه هذا المستقبل بالنسبه لك؟ مو المستقبل، هلا اليوتيوب طبعا اهم بكثير، بس انا ميولة للانستغرام لانه فيني اصور يومياتي، امتى ما بدي بنزل، امتى ما فيني اسوي، فيني اصور اشياء يعني هيك ثانيه، صوره واحده، فيديو واحد يعني باللحظه فيني اوثقها. يوتيوب لازم قبل يعني ما فيني دايركت اصور وانزل، لازم اديت، لازم بالعرض، لازم نشوف 5 مرات قبل ما ننزله. صح، صعب كثير اليوتيوب، بس اليوتيوب بالعكس انه مع بعض نطلع شخصياتنا ونعمل الاشياء اللي بنحبها هيك ونعرض للناس شيء بنحب. لين يلا انتهي، اترك لك حديث دورك اخر شيء. لا خليك. شو نفس السؤال؟ لا مش نفس السؤال، بدي اسالك قديش بتحبي لانا؟ قديش بتحبي لانا؟ عن جد؟ لا 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 مش هذا السؤال. سألتها نفس السؤال تبع اليوتيوب والإنستغرام، بتلاقي حالي كمان أنت حابة تعملي شيء لإلك خاص فيكي وتنفصلي 100% على أنه أنا عم بعمل كونتنت لإلي مش عطول مع بعض؟ لا حاسه سيريس السؤال. بس لا الشقار بيجي من حلب؟ لا ما شرط. ما شرط. الشقار بيجي من كل العالم. بالضبط. لا هيك في ميلة فيها بسوريا كتير شقر. لا بعرف. نو؟ نو. طب no. في حدا بيقربكم من روسيا؟ لا لا روسيا. مش انت مين اختك بيقولوا لها روسية ولا امك؟ لا اختي كبيرة. نحن بفكرون اجانب. طيب احس الموضوع كتير غريب الصراحة، مين الاجانب بالموضوع؟ يعني عرب، نحن عرب. بيض شقر عيون ملونة. حتى لو مش شرط يعني مش كل طيب. الاجانب عيونهم. على سيرة عرب شغلة كتير حلوة انه انتم بتحكوا عربي ودارسين بالامارات، وانا بعرف بالامارات نحن يعني في اختلاط كتير، في جنسيات مختلفة، ومعظم الاولاد عم بيكونوا عم العربي مكسر، عم تصيروا بيحكوا انجليزي اكثر. لاحظت انه هاي شغله مميزه فيكم انه محافظين على اللغه العربيه حتى بالمحتوى تبعكم، لانه اغلب اللي بيتابعونا مو بالامارات يعني ممكن من بلاد عربيه قليل اللي يدرسوا انجلش، او نحن بشكل عام خلاص نحن تعودنا بالبيت نحكي عربي يعني ما علمتنا انه خلاص احكوا انجلش، بعدين يعني في ناس مو كل الناس تفهم الانجليش يعني، حتى نحن على فكره مو زياده انجلش، بس انه بنحاول نتعلم لانه هذا بفيدنا، بس مش لازم نعرض انه يلا شوفونا نحن عم نحكي انجلش. بحس الوضع حيكون مستفز اذا قعدنا نحكي قدام الناس هيك. اوكي يا جماعه. لا انا بعرف هالشيء فعلا، يعني الانجليزي كثير مهم، كثير لا مهم بس كمان مستفز للعالم اللي ما بتحكي يعني. ممكن في ناس بتعرف تحكي انجلش بس ما بتحب انه حدا يحكي معها انجلش، او انه هي تحكي انجلش قدام حدا عربي، لانه خلص بالاخر يعني انت عربي انا عربي احكي عربي يعني. عربي يا جماعه. ما انا مو بنغالي يعني بفهم عليك. مني روسيه. مني روسية يا خيّة. مني لبنية. لا لبنية ما خص. بحكي لبنية. طيب مين عصبية أكثر فيكم؟ أوكي. يعني أنا مو عصبية. أنا. أنت عصبية. بتنرفز من الشخص البارد اللي بيكون دمه بارد، ما عنده يعني ما عنده إنه اهتمام بالأشياء اللي عم نسويها. اهتمام. ما عنده يعني هيك. دم حامل حتى يشتغل. دمه بارد، هو بارد. عرفت كيف؟ فهمت علي؟ انا بكره الناس العصبيه. انا قصدي عن لي. لا واضح واضح قصدي عن لي. بس هيك. طب مين حساس اكثر؟ كثير بس اوفر صح. بس انا بحب الحساسيه هاي لانه بيض لي وجهي مرات انه هي يعني بتعطف على الناس، لانه انا مو كثير انا لحتى اعرف مين هالشخص حتى اعطف عليه. انك ليش بتحب هالشيء؟ هي يعني هي بتعمل لك المؤثرات الصوتيه، يعني اذا بدنا نحكي شغله بتحزن هي اللي ببلش هي تكمل. مين مسؤول اكثر؟
فيك تقول لنا هي مسؤولة أكثر تهتم. طب إذا في شغل يعني مثلا جيبي لي كذا لفي لي سندويشة مين همته أكثر؟ مهمة غصب والله غصب والله غصب يمكن يعني لأنه أصغر أنا يعني هي مسؤولة ناحية الشغل ناحية الشغل بس أنت اللي عم تنفذ الشغل غير القوم خادمهم اوف هالسيطرة مش سيطرة بس منطق يعني أنا بعد أنا يمكن أخذت يعني قلت لك شابة طب مين مسيطر أكثر ما زال على السيطرة؟ مسيطرة اعتراف همشيك مسطرة مين بحب الأكل أكثر؟ بس بكفي كل شيء علي؟ صراحة هي أنا بس طيب مين بحب أكل. النوم أكثر؟ بيناتكم؟ أنا بحب النوم حبيبتي أنا بنام أكثر منك وبحب النوم أكثر أنا بحب النوم بس ما بقدر أنام أوكي أنا بحب النوم بنام أوكي. تو إن وان يعني خلص سوري مين بحب الأفلام أكثر؟ أنا مش أنا لا أفلام ولا مسلسلات بس يعني أبدا. إذا معزومة على سينما أوكي أنا بحضر أنا كل شيء طيب إذا رحتوا على السينما شو بتاكلوا بوب كورن مالح ولا سويت؟ مالح أنا بجيب تخلطيهم؟ تشيز طيب كنت أحب ناتشوز وتشيز و ناتشوز بوب كورن طيب سؤال سئيل شوي مين بحب التاني أكتر؟ أنا أنا حبيبتي لا جد أنا لا أنا حبيبتي جد أنا أنا لو ما بخاف عليك وماني مسيطرة ما كنت حبيتك قصدي لو أنا ما بحبك ما كنت سيطرت وهاي خلاص بدي أنهيها هيدي اللي بغنية سيطرة سيطرة هل ناخد كوبي رايت يا جماعة أصواتنا كتير بيرفكت يعني ما بتفكروا تغنوا يوم الأيام؟ إن شاء الله إن شاء الله ما بنحب نحرق المفاجآت اسكتي أنت أوكي لين أنا كتير مبسط بالحديث معك والله أنا بس شكراً لأنه جيتي على البودكاست تبعي مش فارقة أنا مش فارقة معي شكرتني لا أنا أسف يعني شكراً باي أنا 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 ما عاش بدي أصور معك Thank you so much لألكم كتير مبسط فيكم لا أنا عادي Thank you عن جد مبسط فيكم والله نحن كتير جربت تكون هيك عشية مهضومة بس أنه قد ما بقدر بس أنتم مهضومين لحالكم Thank you والله وبالتوفيق وإن شاء الله خليكم لبعض خليكم أهلكم والدعم اللي أنتوا فيه ومثل ما قلت لكم يعني كتير العالم عم بتأثروا فيكم كتير الأولاد بتأثروا فيكم فأنتوا قدوة كمان لألون Thank you so much Thank you وشو بتقولوا آخر شيء أنتوا بحب أقول بس نحن نهاية أنا نهاية ونهاية هذا الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هنا إنستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك الرابط كلها تحت في صندوق الوصف بس صوتك صوتك أي أي أدينا أدينا بينات أحلاهم